10 مليارات و400 مليون دولار أمريكي موزعة بين المساعدات الإنسانية والإنمائية ودعم اللاجئين اليمنيين والبنك المركزي اليمني والمساعدات الثنائية. ولعل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الأخير للبنك المركزي اليمني بملياري دولار يأتي تأكيداً للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لنصرة ورفع معاناة الشعب اليمني الشقيق. ولقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ 175 مشروعاً من خلال 77 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً في كل مناطق اليمن دون استثناء بمبلغ إجمالي زاد عن 821 مليون دولار. وحرص المركز في برامجه على أن يركز على البرامج الموجهة للمرأة والطفل. أدعو سعادة الأستاذ سلطان الشامسي أن يقدم النبذة الخاصة بالجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. يسعدنا اليوم ونحن هنا في إعلان خطة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم خطة الأمم المتحدة 2018 النشيد بدور المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم الأشقاء في اليمن سواء كان قبل الأزمة أو خلال هذه الأزمة. وهذه المواقف ليست بغريبة على المملكة التي تدرك المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية وإثارتها من نزوح واقتتال تسببت في هجرة الكثير من العوائل العربية. إن الدعم المعنوي والسياسي والإنساني المقدم لليمن من التحالف لهو دعم يسير على مسارات متوازية تدعم الحل السياسي وفي الوقت نفسه تحقق وتخفف المعاناة من الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تعمل على التجويع وإهانة الشعب اليمني وفرض الحصار على العديد من المناطق اليمنية مثل الحديدة وتعز ونهب المقدرات المصرف المركزي والذي أدى إلى التضخم وفي العملة وصعوبة في الاقتصاد اليمني. ولذلك أتت مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإيداع وديعة وقدرها مليارين دولار لتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية على الاقتصاد اليمني. وننتهز هذه الفرصة لنؤكد أن دولة الإمارات تدعم مواقف السعودية المملكة العربية السعودية تجاه اليمن في مختلف الأصعدة، وما قدمته الإمارات من دعم وتضحيات ليؤكد صدق المشاعر والمواقف. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2015 منذ بداية تحرير عدن ولغاية نهاية 2017 مبلغ وقدره 2.57 مليار مليون دولار أمريكي، تركزت على معظم المناطق الموجودة في اليمن واستهدفت لعشر ملايين يمني منهم 4 ملايين يمني من مشاريع وإغاثة. وتركزت أهم المسارات التي عملت بها دولة الإمارات على دعم الكهرباء وتوفيرها بالوقود، النقل من تأهيل مطارات وموانئ مثل ميناء عدن ومطار عدن وسقطرة والمكلة أيضا، والتعليم وبناء أكثر من 400 مدرسة وإعادة تأهيلها، والصحة وتأهيل الشرطة المحلية لرفع الأمن والأمان في المناطق المحررة، وأيضا برامج غذائية مستمرة، والعمل على دعم والتنسيق مع منظمات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. نشكر هذه الوقفة والآن ننتقل للسؤال. شكرا لجهود الإمارات دولة وشعبا. والآن ننتقل لسعادة السفير محمد آل جابر. السلام عليكم، مساء الخير للجميع. الصوت واضح. خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن هدفها يتجاوز تقديم الدعم المالي والمواد الغذائية والصحية والإنسانية للشعب اليمني إلى زيادة قدرات الموانئ اليمنية والمنافذ اليمنية على استيعاب الموارد بشكل أكبر من عام 2016 و2017، إضافة إلى
زيادة عدد المنافذ الجوية والبرية إلى اليمن بما يخدم ويساعد الشعب اليمني ويساهم في أمنه واستقراره، تمهيداً إن شاء الله لتوصل حل سياسي بين الأطراف اليمنية. طبعاً الخطة أعدت بناء من قبل مختصين وخبراء، تم التشاور في خطواتها مع الأمم المتحدة، المنظمات المتحدة ومنظمات دولية أخرى. لتطبيق هذه الخطة صدرت التوجيهات الكريمة بإنشاء مركز سمي مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، فيه خبراء ومهندسين وفنيين لهدف تنفيذ عناصر الخطة الكاملة وإسناد كافة العمليات الإنسانية تنفذها المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية وكذلك منظمات تابعة للتحالف، وكذلك التنسيق مع الحكومة اليمنية ومع كافة الأطراف بما في ذلك التحالف لمساندة أي عملية إنسانية للداخل اليمني. سأبدأ بالمسار السياسي للأزمة في اليمن. طبعاً جميعكم تعلمون أنه في عام 2011 وقعت أو في 2011 حصلت الأزمة اليمنية وقدمت المبادرة الخليجية ووقعت في عام 2012 وانتقلت السلطة سلمياً بتدخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، وانتخب من قبل الشعب اليمني رئيساً شرعياً لكافة الشعب اليمني. عقد المؤتمر الحوار الوطني وشارك فيه جماعة الحوثي ب 35 من الميليشيات الحوثية، إضافة إلى القضية الجنوبية نوقشت أيضا، فجميع القضايا نوقشت في الحوار الوطني. الحوثيين مدعوم من إيران بعد انتهاء المناقشات، بعد استعداد اليمنيين للدخول في الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد، رأوا بأن هذا لا يخدم مصالح إيران في المنطقة ورغبوا في تدمير آمال وقدرات ومقدرات الشعب اليمني، فاحتلوا العاصمة صنعاء وألزموا جميع الأطراف اليمنية بالتوقيع على اتفاقية سميت اتفاقية السلم والشراكة. اتفاقية السلم والشراكة كونت من جزئين، جزء سياسي وجزء عسكري وأمني. أصر الحوثيين على تنفيذ الجزء السياسي وفعلا شكلت حكومة خالد بحاح وعين مستشار للرئيس عبد الرب منصور هادي وصالح الصماد، ومشت الأمور كما يرغب الحوثيين. وعندما جاء الدور لتنفيذ الجزء السياسي عفوا العسكري والأمني، رفض الحوثيين الالتزام بما وقعوا عليه، ثم احتجز الرئيس واحتجز رئيس الوزراء وحكومته، واستطاع الرئيس اليمني أن يخرج إلى عدن. في خلال خروج إلى عدن إيران لم تتوقف عن إبداء فرحتها، أعلنوا سقوط العاصمة الرابعة العربية صنعاء في أيديهم، ووقعوا دولة من دول الأمم المتحدة وهي إيران وقعت مع ميليشيات حوثية اتفاقية لاتصال 28 رحلة جوية بين العاصمة صنعاء والعاصمة طهران في ذلك الوقت الذي كان هناك حصار اقتصادي على إيران. ووصلت الطائرات الإيرانية إلى مطار صنعاء محملة بصناديق كبيرة الحجم، وانتقلت أيضا صناديق أخرى إلى العاصمة طهران، لا نعرف ماذا تحمل، ولكن هذا ما شاهدناه في التلفزيون وشاهدوه الكثير من المشاهدين على الأرض. ذهب الرئيس اليمني إلى عدن، طلب الحل السياسي، طلب التوصل إلى حل سياسي، وناشد جميع الأطراف بالتوقف عن القتال والعودة للحل السياسي. إلا الحوثيين لجأوا إلى طائرات المقاتلة، وأصبحت ميليشيات تملك طائرات مقاتلة أسرع من الصوت، وهاجموا القصر الرئاسي في المعاشيق في عدن، ثم هاجموا عدن واحتلوها، وتمكن الرئيس اليمني من الإفلات من أيديهم. وقبل ذلك طلب من أخوانه في الدول العربية تدخل لمساندة الشعب اليمني وإيقاف التدخل الإيراني في الشؤون اليمنية، وبدأت عاصفة الحزم كما تعلمون. لم تتوقف المحاولات السياسية، بدأت محادثة جنيف بعد شهرين من بداية عاصفة الحزم، ثم في ديسمبر 2015، ثم في الكويت لمدة أكثر من 100 يوم، إلا الحوثيين رفضوا هذه المحاولات. في العام 2017-2018 قدم المبعوث الدولي مقترحاته بشأن الحديدة، رفض الحوثيين هذه المقترحات حتى هذه الساعة، وقاموا بإطلاق صاروخ لأول مرة باتجاه مدينة الرياض في 4 نوفمبر. نظام المعركة للقوات المسلحة اليمنية لا يتضمن صواريخ أكثر من 650 كيلومتر. الصواريخ التي أطلقت من قبل الحوثيين في السنة الأولى والثانية كانت صواريخ تستهدف المناطق القريبة من الحدود اليمنية لا تتجاوز 600 كيلو، وهي فعلا استهدفت مدينة خميس مشيط ونجران جازان. إلا أنه هذا العام تمكن الإيرانيين من تهريب صواريخ بالستية على شكل قطع مجزأة عن برمينا الحديدة،
ثم نقلت إلى خبرائهم في صعدة وصنعاء، وتم استهداف مطار الرياض، ثم أتبعوا صواريخ وصلت إلى أكثر من 900 كيلومتر. وبعد أن قامت اللجان والخبراء الدوليين بفحص هذه الصواريخ تأكد بأنه صاروخ خيام الإيراني المصنوع في إيران. اليوم نعلن إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والتي سنستعرضها معكم بعد، استعرض تفاصيلها جميعا على هذه الطاولة. التحالف يؤكد مرة أخرى بأنه يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. إيران مستمرة في دعمها للميليشيات المتطرفة في المنطقة والسعي لمد نفوذها وسيطرتها وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية. هذا هو ديدن إيران، تستهدف الدول، تستهدف المؤسسات لتدميرها وتحويل البلاد إلى ميليشيات وفوضى. تدخل التحالف هو استجابة لطلب فخامة الرئيس بموجب اليمني بموجب المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة، وقد عبر المجتمع الدولي عن إرادته لقرار مجلس الأمن 2216. ما فعلته إيران تسببت في اليمن في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وإنسانية، وشكلت تهديداً للأمن الإقليمي والممرات البحرية. رفض الحوثيين مقترحات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هو حرصاً منهم على استمرار التهريب عبر الميناء الذخائر والسلاح والصواريخ، وحرصاً منهم على زيادة تمويل قدراتهم وأموالهم من خلال زيادة المجهود الحربي واستمارهم في إطالة أمد الحرب دون الرضوخ للحل السياسي. كما تعلمون بأن إيران زودت الميليشيات بقدرات عسكرية متقدمة، صواريخ بالستية متطورة، تدريب وخبرات عسكرية، قذائف موجهة ومضادات للطبابات، وأيضاً نظم طائرات بدون طيار وقوارب موجهة عن بعد، وألغام بحرية وأرضية منتشرة بعضها في عرض البحر الأحمر. العمليات الإنسانية الشاملة سأعرض عليكم أهدافها. الهدف الرئيسي الأول هو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، والعمل على رفع القدرة الاستيعابية للموانئ والبنية التحتية لضمان تدفق الفعال للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية لكافة أرجاء اليمن، وزيادة المنافذ لدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية لضمان استمرارية وثبات تدفق فعال الواردات، وتعزيز إمكانات موانئ اليمن لتكون قادرة على استقبال واردات بمستويات أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2016 و2017، والحد في نفس الوقت من أنشطة التهريب والابتزاز، وفي نفس الوقت ضمان وصول كافة المساعدات والسلع التجارية إلى مختلف أرجاء اليمن ومناطقه، ومعالجة الأزمة الإنسانية في جميع مناطق اليمن بغض النظر عن أي انتماءات سياسية أو إيديولوجية. تلبية الاحتياج الإنساني عبر تقديم مساعدة إنسانية كبيرة لخطة المتحدة للاستجابة الإنسانية اليمن العام 2018، سيعلن عنها معالي المشرف على مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية. تسهيل وتركيب 4 رافعات تابعة لبرنامج العالمي للأمم المتحدة، وفعلا ركبت في ميناء الحديدة. وتعزيز عمليات التحقق والتفتيش مع المتحدة، سيفصلها العقيد التركي بشكل واضح. تعزيز إمكانات الموانئ من خلال 4 رافعات سعودية جديدة في كل من العدن والمخا والمكلا، وستنفذ مشاريع. أنا زرت عدن اليومين الماضية، طلعت على قدرات، أطلعتني الحكومة الشرعية على قدرات ميناء عدن وعلى الطرق وعلى الاحتياجات الضرورية، وسنبدأ هذا الأسبوع فعلاً في البدء في تحسين قدرات ميناء عدن وتحسين الطرق، وكذلك ميناء المخا وميناء المكلا، بالإضافة إلى مجموعة مشاريع ستعلن عنها قريباً بإذن الله. أيضاً هناك نية لخفض تكلفة النقل من خلال تحسين البنى التحتية للطرق في اليمن، ومبادرات أخرى تتعلق بالتنمية. الإنسان اليمني يمر بحالة صعبة جداً، هذه المشاريع ستنفذ في التنمية لتحسين الواردات وتحسين الموانئ والطرق، ستسمح للإنسان اليمني من الحصول على وظيفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المشاريع، ستنفذ في القريب العاجل بإذن الله. أيضا قوات التحالف ستخصص 17 ممر آمن من الموانئ والمعابر إلى مناطق ذات الكثافة السكانية لضمان إيصال المساعدات وتشجيعها بشكل آمن، سيستعرضها زميلي التركي العقيد التركي مالكي. أيضا ستفتح معابر منذ بداية الأزمة الخضرة والطوال. أخواتي وإخواني، هذه المعابر كانت مفتوحة، كانت يومياً يدخل منها من الشعب اليمني عشرات الآلاف، وتدخل منها كثيراً من الواردات التجارية. أبى الحوثي إلا أن يدمر اليمن وأن يمنعهم من التواصل مع أشقائهم في المملكة عبر هذه المنافذ. سنعيد فتحها. اليوم وصلت أول حملة مع منفذ الخضراء، وإن شاء الله قريباً منفذ الطوال، وإن شاء الله أنها تساعد في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
إذن كنا مع البيان الختامي لوزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما تم استعراضه من مؤازرة ودعم اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وعسكريا وما إلى ذلك.